يعطيك العافية جميعا، إن شاء الله اليوم راح نكمل ما بدأنا في شابتر 24، إن شاء الله اليوم يعني نص ساعة بالكثير نكون مخلصين الشابتر 24، ظل عندنا تدهن فقط كم مسألة، خلينا نشوف كيف راح نتعامل معه. في سؤال من أسئلة الكتاب، هذا آخر سؤال يعني بالإكزامبل بتاعت الكتاب، بحكي لنا سفير انسايد اسفيريكال شيب. شو بحكينا؟ في عنا كرة هاي بلونها باللون البني أو البرتقالي، هاي موجود في عنا كرة نصف قطرها إيه وعليها شحنة كلية مقدارها كيلو، وهاي الكرة الداخلية مكونة من مادة عازلة انسوليتر يعني، فالشحن موزع عليها بالكامل، إذا نصف قطرها إيه وعليها شحنة مقدارها كيلو. بحكينا جبنا قشرة كروية نصف قطرها الداخلي بي ونصف قطرها الخارجي سي، إذا هاي المادة مكونة من معدن من ميتال، وهي عبارة عن انسوليتر. وبحكي لنا الشحن الكلي اللي موجودة على هاي القشرة الكروية، الشحن الكلي مقدارها ناقص 2 كيلو. بعدين شو راح بيسألنا؟ بحكي لنا بدنا نوجد المجال الكهربائي في كل الأماكن داخل الكرة الصغيرة وبين الكرة العازلة وبين القشرة الكروية، داخل الكرة العازلة الكرة المعدنية خارج الكرة المعدنية، يعني كل الأماكن. بالبداية حتى نحل مثل هذا السؤال، خلينا نبلش بالبداية بالمنطقة واحد. بالمنطقة واحد خليني بس أجيب بهالرسم التالي. حتى نرسم بالمنطقة واحد، أنا هون عندي هاي السوليوشن. بالبداية شو بنحكي؟ بالبداية أنا بدي أرسم سطح قاوس، أرسم سطح قاوس هون حتى أطلع مقدار هاي بالمجال على داخل الشحنة داخل النقطة. فأنا بحكي هاي عندي هون هاي، خليني هاي الرسمة، كأن أنا عندي الشحنة، عندي هاي الكرة الداخلية، هاي الكرة اللي نصف قطرها A، وأنا بدي المجال داخلها، هاي عبارة عن الانسوليتنج سفير، وأنا بدي المجال داخلها. إحنا هذا السؤال حليناه المرة الماضية، حكينا إنه المجال داخل أي كرة هو عبارة عن رو في R على 3 إبسيلون نوت ويساوي كي في كيو في ار على اي تفعيل. هذا حليناه المره الماضيه فما في داعي نرد نحله يعني مره ثانيه. اذا هاي المجال راح يكون ثابت، هاي بالنقطه اي احنا حلينا. طيب المجال بالنقطه اثنين، المجال بالمنطقة رقم 2، في عندي كرة عازلة، بدي المجال خارجها، هاي الكرة، هاي المجال خارجها، هاي رسمنا اللي باللون الأزرق وبالخط المتقطع عبارة عن المجال، خلينا نعيد رسمه فقط للتوضيح، وأنا بدي المجال عند النقطة رقم 2 خارج الكرة وقبل ما أوصل الكرة المعدنية، يعني أنا الكرة المعدنية ما وصلتها. هاي عندي الحالة رقم 2 خارج كرة، هاي الكرة عليها شحن مقدارها كلية شحن مقدارها كيلو. المجال خارج الكرة هاي أوجدناه بالمثال السابق، E يساوي K في Q على R تربيع. هاي عندي المجال خارج أي كرة، لأنه دائما حكينا المجال بيعتمد على الشحن اللي موجودة داخل سطح قاوس، اللي برا سطح قاوس ما بعتبر كأنها مش موجودة، فلحد الآن احنا ما اشتغلنا بالكرة أو بالقشرة المعدنية. نيجي على المنطقة 4 وبعدين نرجع على المنطقة 3. نيجي على المنطقة 4، أنا بدي خارج الكرتين، خليني أرسم الكرتين، أجيب الكرتين، وأنا بدي المجال خارج، وهاي نيجي للنقطة 4.
أنا بدي خارجهم خارج الكرتين، بمعنى أنا عندي هاي الكرة عليها شحن مقدارها كيو، وهاي القشرة الكروية هاي عندي عليها شحن كلي ناقص 2 كيو، وأنا بدي المجال هذا نصف قطرها، هاي نصف قطرها A، وهاي نصف القطر الداخلي B، ونصف القطر الخارجي C، وأنا بدي المجال على بعد R من يعني خارجهم الثنتين بالمنطقة اللي خارجهم. لو جيت سألتك E المجال بدي إياه في A مساحة سطح قوس 4 باي R تربيع يساوي كيو انسايد على ايبسيلون. لو جيت سالتك داخل سطح قوس شو موجود؟ سطح قوس بيحوي الشحن اللي موجود على الكره الداخليه، وكمان بيحوي الشحن الكليه اللي موجوده على القشره الكرويه. فهون في هاي الحاله في عندي ناقص 2 كيو على الخارجيه زائد كيو على الداخليه، بحيث انه سطح قوس بيحويهم الثنتين. فبهاي الحاله بنقول اي هو عباره عن كي اي ماينس كيو على R تربيع، راح يطلع عندي ناقص K بكيو تربيع. من وين جت السالب؟ لأنه ناقص 2 Q زائد Q ناقص Q، فراح يطلع عندي المجال هون كم راح يساوي؟ ناقص K في Q على R تربيع. لو نيجي على المنطقة رقم 3، وأنا أجلتها لغاية في نفس يعقوب. لو نيجي على رقم 3 كالتالي، أنا بدي داخل القشرة الكروية، بدي المجال داخل القشرة الكروية، كيف راح يكون الحل؟ أنا عندي بنرجع، هاي في عندي شحنة، هاي نصف قطرها A وعليها شحنة كلية مقدارها Q، هاي النصف القطر الداخلي B، ونصف القطر الخارجي C، وأنا بدي المجال على بعد R، وبحيث R هون بهاي الحالة محصور بين B و C. R بين B و C بإمكانك تحكي يساوي يساوي، ما في أي مشكلة. طيب بهاي الحالة، هاي الحالة كيف بدنا نطلع المجال؟ احنا حكينا هاي الشحنة الكلية، هاي هون هاي عندي الكرة الأسطوانية، هاي أو القشرة الكروية، هاي عليها ماينس 2 كيو، هاي عبارة عن يونت الشحن الكلي يعني. طيب بما انه هاي ماده نيكل، هاي مكونه من ماده معدنيه، اذا المجال داخل هاي معلومه عامه المره الماضيه، معلومه وعممناها، قلنا دائما المجال داخل المجال داخل اي سطح او اي داخل اي ماده معدنيه المجال يساوي صفر، فهون المجال يساوي صفر كونه داخل معدن. يجي واحد بيحكي لي طب خلينا نطبق قانون جاوس ونشوف هل راح يطلع صفر، هل هاي يعني هل بدنا نعمل تشيك يوزنج جاوسز لو، بدنا نتاكد نعمل تشيك باستخدام قانون جاوس هل راح يطلع لنا صفر او لا. نيجي نحكي اي في اي 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 يساوي كيو انسايد على ابسلون، نحكي اي في اي يساوي كيو ان، او خلينا اي نكتبها يعني عادي ما عندي مشكله، اللي هي 4 باي ار تربيع سطح مساحه سطح جاوس اللي نصف قطره ار، فهي عباره عن كره مساحتها 4 باي ار تربيع. نيجي على كيو انسايد، هاي ابسلون ثابت ابسلون، كيو انسايد بهاي الحاله كم؟ تحكي لي هالسطح جاوس، احنا عارفين دائما انه الشحنه بتتوزع على السطح، طب هاي القشره الكرويه لها سطحين، لها سطحين. طيب انا حكيت لك هون كيونت الشحن الكليه اللي على السطحين تساوي ناقص 2 كيو، بمعنى اخر انا وكانه عندي شو راح يصير؟ بما انه هاي شحنه موجبه اللي على الكره الداخليه، هاي شحنه موجبه، هاي بلس كيو، هاي الكرة اللي موجودة على الكرة الداخلية، هاي راح تقصر مقابلها شحنة مقدارها ماينس كيو، مش عندنا هاي شحنة كيو،
راح تأسر بالمقابل، راح تعمل شحن المقيد بالمقابل هم مساوي لها بالمقدار معاكس بالاتجاه، وكأن الشحن الموجب راح تجذب الشحنات السالبة الموجودة على السطح الداخلي، فالسطح الداخلي هذا راح يتكون عليه شحن مقدارها ماينس كيو. إذا لو جيت سألتك سطح قاوس هذا اللي موجود عندي الآن شو بيحوي؟ بيحوي على السطح الداخلي الناقص كيو، وبيحوي على السطح على الكرة موجب كيو، فراح يحوي هون عندنا بلس كيو هاي من الشحن الداخلي من الكرة المعدنية، وماينس كيو هاي من وين؟ من الانر سيرفيس، هاي من الانسوليتنج سفير جاي، هاي من الانسوليتنج سفير الشحن بلس كيو، وماينس كيو هاي جاي من هاي جاي من الانر سيرفيس او سفيريكال شيب. اذا هون شو صار عندي؟ بلس كيو موجب كيو صفر، اذا اي شيء راح يساوي صفر، سواء استخدمت قانون جاوس او استخدمت هاي التكنيك فراح يطلع دائما معنا صفر. مره جبنا لهم نفس السؤال هذا بالكتاب، نفس السؤال هذا اتوقع جاب الدكتور جهاد اتوقع سالناهم طب كم على السطح الخارجي؟ نفس السؤال، كانت نفس هاي الفكره بس انه كم راح يكون على السطح الخارجي. احنا شو حكينا؟ كيونت هاي الحاله لو بدك يعني كيونت حكينا راح امحيها يعني هي عباره عن كيو على الانر زائد كيو على الاوتر، لكن كيو على النت ناقص 2 كيو. حكينا لك الشحن الكليه على هاي القشره ناقص 2 كيو الداخلي والخارجي، كيو انر ماينس كيو زائد كيو على الاوتر، كم راح يطلع عندي؟ كيو على الاوتر ناقص كيو، فالداخلي راح يكون عليه ناقص كيو والخارجي ناقص كيو، بحيث يكون مجموعهم ناقص 2 كيو، وهذا اللي موجود عندي على بالسؤال. اذا هاي كم الشحنه الموجوده على الاوتر سيركس؟ هذا السؤال يعني سؤال بسيط، يعني هو فعليا احنا حالينه قبل بس زيادة تفاصيل. نيجي على سؤال اللي انطلب مني المرة الماضية وما لحقنا نحله، لأن مجهزه يعني من زمان نعود نحله، حكينا خليه لآخر المحاضرة وما لحقنا. نيجي the electric field inside and outside insulating cylinder. لو نتخيل انه انا عندي هاي اسطواني اسطواني عازلي انسوليتنج احط تحتيها 100 خط، هاي انسوليتنج سلندر، هاي الانسوليتنج سلندر عليها كثافه مقدارها رو، خلينا نفترض هاي عليها كثافه شحن مقدارها رو ونشوف والسلندر خلي اعتبرها سلندر يعني انفينيت او انسوليتنج انفينيت سلندر، يعني هاي السلندر لا نهائي الطول وعليها كثافه شحن مقدارها رو، ونصف قطرها خليني اعتبره ار ار كابيتال، نصف قطرها ار كابيتال. يلا كيف بدنا نتعامل مع هذا السؤال؟ نيجي بنحكي لك طيب خلينا نيجي على الحل الاول ان انسايد ذا سلندر، بدنا المجال داخل الاسطواني، كيف راح يكون الحل؟ نيجي نحكي بدنا نرسم سطح قاوس، لو جيت سالتك بدي المجال على بعد ار من محورها، هاي على بعد ار، قول لي كمان هاي المنطقه بعيده ار، وهاي كمان بعيده ار، اذا الشكل الهندسي اللي راح يطلع لنا راح يطلع عندي كانها اسطواني جواتها وطولها طول الاسطواني ونصف قطرها ار سمول. عندي هاي السلندر تيجي تحكي لي اي في اي يساوي كيو انسايد على ايبسلون نوت، لكن الاسطواني لها ثلاث مساحات التوب والبوتوم والمساحه الجانبيه، هون مين اللي راح يصفر؟ التوب والبوتوم، فاي خلينا نكتبها هون فاي على التوب
يساوي 5 هالبوتوم للسلندر يساوي 0. هون العله ثيتا كم تساوي؟ 90 درجه. السبب دائما المجال خارج من الشحن الموجبي، هيك راح يكون شكل المجال. وهون العمودي على المساحه هاي انها، والعمودي على المساحه هاي انهت للاسفل، فدائما المجال بيصنع زاويه، بيصنع زاويه 90. فهون عندنا ما في عندنا مشكله بهاي يعني المساله، فبضل هون عندي المجال بس، وهون الانهات للمساحه الجانبيه اثنين مع بعض، فكوساين الصفر واحد. فهون نستثني التوب والبوتوم. اذا نقول A E في A، E في A يساوي Q انسايد على إبسلون. نيجي نحكي كالتالي، E انا بدي اياه المجال الكهربائي، انا بدي اياه المساحة الجانبية. انا هون شو كتبت؟ المساحة الجانبية، لانه على التوب والبوتوم صفر. مين اللي هون صفة؟ خلينا نسميها هاي A L، A L مشان يعني نختصر. كم مقدار المساحه الجانبيه لهي الاسطوانه؟ لو نفترض انه طول هاي الاسطوانه ال، نقول 2 باي ار في ال، هاي المساحه، المساحه الجانبيه شو تساوي؟ هاي ابسلون نوت ثابت، كيو انسايد اللي هي عباره عن رو في في بحجم هاي الاسطوانه، صح؟ رو في في للاسطوانه تساوي هاي ابسلون نوت رو حجم الاسطوانه مساحه القاعده في الارتفاع، مساحه القاعده باي ار تربيع، مساحه دائره في ارتفاعها ال. فبنيجي بنحكي مباشره ال مع ال بتروح، والباي مع الباي بتروح، فشو راح يصفي هون عندي؟ هون مش ار تربيع، ار احمر، باي ار تربيع في ال. نرجع للون الاسود، الباي مع الباي والال مع الال والار مع التربيع بتروح، فشو راح يصفي هون عندي؟ رو في ار على 2 ابسلون. اذا المجال الكهربائي داخل اسطوانه يساوي رو في ار على 2 ابسلون، هاي قيمه المجال داخل اسطوانه. هذا على عكس شو؟ الكرة كان رو في ار على 3 ابسلون، داخل الاسطوانة شو؟ رو في ار على 2 ابسلون. إذا هي عبارة عن قيمة المجال، قيمة المجال بالداخل. نيجي على المجال بالخارج. في اوتسايد بسلون. نجي نطبق نفس القانون، نيجي نحكي، خلينا اعيد رسمها. لو انا عندي هون هاي الاسطوانه نصف قطرها، هذا محورها، نصف قطرها ار كابيتال، وبدي المجال خارجها، فاجي المجال خارجها بحكي على بعد ار، فباجي بحكي برسم اسطوانه متحده معاها بالمركز بالمحور، وباجي بحكي هذا نصف القطر اللي انا بدي اياه، نصف قطر نيجي كمان نفس الشيء عن فاي على التوب، فاي على التوب يساوي فاي على البوتوم، شو يساوي هاي الحاله؟ زيرو. العله كمان نفس الشيء، ثيتا شو تساوي؟ 90، الزاويه المحصوره بين المجال والعمود على المساحه. فشو راح يصفي عندي؟ السايد اريا اي ال. فبنيجي جملتي اي في مساحه 2 باي ار سمول في ال يساوي كيو انسايد على ابسلون. كيو انسايد اللي هي الشحن الكلي اللي موجوده على الاسطوانه مو بحويها كامله، فبنقول كيو كابيتال، كيو على الشحن، هي عباره عن رو في في للسلندر الفعليه على ابسلون. فمن نحكي اي 2 باي ار في ال شو يساوي؟ رو على ابسلون نوت في حجم السلندر. بهاي الحاله تحكي لي كم حجم السلندر؟ الشحن الفعليه اللي موجوده اللي هي عباره عن باي
آر تربيع فيل، هاي حجم. فبنيجي بنحكي إذا ال مع ال وباي مع باي، فراح يكون عندي إذا المجال يساوي رو في آر تربيع على اثنين اكسلينير ثقة. هاي عبارة عن قيمة المجال، المجال داخلي. كيف بدك تتأكد؟ لو أخذت على السطح عوض هون راح يطلع رو في إيه اثنين اكسلينير. لو على السطح ار في ار سمول عوض مكانها ار كابيتال راح يطلع رو في ار اثنين اكسلينير. كذا جوابنا جوابنا صحيح. فبيكون هاي الإجابة داخل وسطنا. بعض الأحيان نيجي على آخر سؤال هذا الشابتر، بعض الأحيان لا ما بيجي لك هيك، ممكن يجيب لك سؤال معقد أكثر منه. كيف يعني سؤال معقد؟ خلينا نيجي على السؤال الأخير. دكتور تفضل. يعطيك العافية. يا هلا الله يعافيك. بالنسبة للجدول اللي نزلوه عن المد صح ولا لا؟ هذا الجدول مش نهائي، هذا الجدول أرسلوه العمادة للأقسام لإبداء الرأي، يعني مش نهائي، يعني لا تعتمد عليه. لسه مش معتمد. لسه مش معتمد. يعني امبارح نزل على مواقع التواصل الاجتماعي فسأل مباشرة، سألت رئيس القسم الدكتور جهاد، فحكى هذا أرسلوا العمادي إن لإبداء الرأي، فممكن يعني مقترح يعني. مقترح يعني بعده مجرد اختراع، بس على الأغلب يعني راح يكون هو نفسه يعني. ممكن يزيد يوم ينقص يوم، بس بهاي ضمن هاي الأسابيع يعني. طب دكتور بالنسبة للكويز اللي حكيت عنه يوم الاثنين، يوم الاثنين القادم بالشابترين اللي أخذناهم شابتر 23 و 24 الكويز دكتور؟ نعم. أي ساعة؟ راح يكون مساء، ممكن الساعة 5 مساء، يعني بعد ما تخلص كل المحاضرات يبلش امتحانك، لأن الطلاب أنا عندي 260 طالب فعليا، فما بقدر أخذ رغبات كل الطلاب. يعني المرة الماضية بدي أسوي مثلا بين 9:30، عندنا محاضرة بعديها وعندنا محاضرة قبليها، فراح أحطه موعد محايد ما يكون فيه بالمساء أحسن شيء. ما يكون عندنا محاضرة، فأنا راح أنزل لكم إعلان. في مجال تأجله ليوم ثاني لأنه بيكون عندي مد مهارات. والله حكيت لك عندي 260 طالب، إذا بدي أخذ اقتراحات كل طالب ما مش راح نأخذ ولا كوز طول الفصل. يعني لو أحكي لكم الجمعة بعد الصلاة راح تقولوا لي في عندنا مد، فأنا مش راح يعني خلص موعد ونثبته، وأنا حاكي من الأسبوع الماضي ومهارات حاسوب هي مادة كمان، هاي هيك فصفصت بزر. يلا خلينا مهارات كهرباء مش حاسوبية. مهارات شو؟ مهارات كهرباء. ومهارات كهرباء شو؟ ما مادة سنة أولى صح؟ مادة حرة هاي صح؟ دكتور يعطيك العافية قلبتك. مادة حرة هاي صح؟ يلا مادة تخصص. مش مشكلة خلينا نكمل. هاي معك أسبوع. طيب بحكي لنا في عندنا قشرة كروية قطرها الداخلي R1 وقطرها الخارجي R2 مثل ما هو مبين عندنا بالرسم. بحكي لنا بدنا مقدار المجال الكهربائي عند النقاط A, B and C. أتشون في عندي قشرة كروية، هاي القشرة الكروية خلينا نفترض insulating عليها كثافة، كثافة شحنة مقدار هرم. لو جيت سألتك الشحنة وين موجودة، هاي قشرة الشحنة موجودة وين؟ بالمنطقة هاي الشحنة موجودة بين هون داخل هاي هذا الفراغ، بجوا هواء ما فيش أي نوع شحنة، وهون في شحنة وبالخارج كالتالي تمام. وهاي عليها كثافة شحنة مقدار، كثافة شحنة مقدارها كيو، شحنة كلية مقدارها كيو، كثافة رو. بحكي لنا بدنا المجال بالنقطة اي، نيجي نحكي سوليوشن. نحكي عند A المجال عند النقطة A، E عند النقطة مباشرة، E عند النقطة A كم يساوي؟ E عند النقطة A كم يساوي؟ مباشرة صفر. ليش؟ ارسم سطح قاوس عند النقطة A، بيحوي شحنة؟ ما بيحوي شحنة. إذا Q inside، Q inside شو تساوي؟
صفر في المجال صفر، هاي العلة يعني السبب انه المجال صفر. طب ولا اسهل مني. طب اي عند النقطة سي، اي عند النقطة سي شو يساوي؟ كيف كيو على ار تربيع؟ كيف كيو على ار تربيع؟ بس بدك ترسم سطح جاوس، عندك كون عند النقطة سي ارسم سطح جاوس. سطح جاوس صار شو بيحمي؟ بيحوي الشحن الكلي كيو، فهو راح يطلع كيف كيو على ار تربيع. ما عندناش مشكلة، يعني دائما هذه الأسئلة اللي مثل هاي، دائما الأسئلة اللي بتخربط اللي بتكون ما بين بين. نيجي على عند النقطة دي. تفضل. خلصت السؤال ولا لسه؟ لا بعد عند النقطة بي واللي بده حلها. تمام بس تخلص وفي سؤال فوق. اوكي بس اخلص انت اسال مباشرة بدون استئذان. طيب نيجي عند النقطة بي، باجي برسم سطح، خليني ارسم سطح جاوس. امحي هون هاي النقاط. هاي عليها بدي ارسم سطح جاوس. باجي برسم هون دائرة وسطح جاوس بمر بالنقطة دي، فبقول E في A اللي هي 4 باي R تربيع، اللي طبعا نصف قطر هذا السطح R، 4 باي R تربيع يساوي نيجي هاي إبسيلون نوت. كم الشحن الموجودة بالداخل؟ رو في الحجم اللي موجود في الشحنة. طب لو جيت سألتك الشحنة موجودة في موجودة هون ما بين هاي هون، الشحنة موجودة صح؟ هي عبارة عن جزء، عن جزء من الشحنة. كم حجم هذا الجزء اللي أنا ظللته؟ كم حجم هذا الحجم؟ خليني أسميه الأكتوال. لا الحجم الفعلي الموجود به الشحنة، فنقول رو على هاي إبسيلون نوت. عندي فراغ هون وفي نصف قطره A أو نصف قطره R1، وفي عندي شو اسمه القطر الثاني مقداره R2 أو R. كم الحجم بيناتهم؟ دكتور الحجم الكبير ناقص الصغير؟ الحجم الكبير ناقص الصغير نقول 4 أو خليني 4 على 3 باي R تكلم. R 2 ناقصه. R 1 تكلم. أنا الحجم الكلي مع الحجم محصور بين R وبين R 1، R 2 بعيد. فبنقول هي الحجم الكبير ناقص الحجم الصغير. فبنقول 4 باي مع ال 4 باي، شو بصفي هون عندي؟ E يساوي رو في R تكعيب ناقص R1 تكعيب على 3 إبسيلون نوت في R سمول تربيع. فبكون هاي عندي المجال المنطقة B، فبتكون هاي القيمة. بس تعرفوا أنه بإمكانك أنت تتأكد من إجابتك. لو كان عندي R1 صفر، يعني R1 صفر يعني كرة مصمتة ما بيهاش فراغات، شو راح يصفي عندي؟ R1 تكعيب بتروح، R تكعيب مع R تربيع، فشو راح يظل منها بالبسط؟ R. فنقول رو في R على 3 إبسيلون، فرجعنا للكرة المصمتة فجوابنا صحيح. تفضل يا بشوفنا. دكتور في السؤال اللي فوق تبع الأسطواني. هسه ليش رسمنا اسطوانة كبيرة هذا حواليها المنار؟ بدنا المجال خارجها. ماشي ماشي ضروري يعني ما في طريقة غير هيك؟ ما في طريقة غير هيك طبعا. أنا شو دكتور حكيت؟ خليني أعيد رسمها تحت مشان ما أخربش الرسمة نفسها. أنا عندي اسطوانة، خليني أرسمها اسطوانة صغيرة. هاي أنا عندي اسطوانة صغيرة تمام؟ إلها نصف قطر وإلها كذا تمام؟ لو جيت سألتك بدي المجال خارجها على بعد مثلا 4 سم من المحور، تيجي تحكي لي طيب هاي النقطة بعيدة 4 سم طبعا خارجها، هاي النقطة بعيدة 4 سم وهاي النقطة بعيدة 4 سم، طيب وعلى الجهة الثانية هاي كمان بعيدة 4 سم، وهاي
وهاي واللي داخل واللي خارج، لو جيت وصلت بين كل هاي النقاط، وصلت بين كل هاي النقاط بالداخل وبالخارج، شو راح تشكل لي؟ راح تشكل لي اسطوانه متحده معاها بالمركز. فهذا السبب انه اخترنا اسطوانه، لانه احنا عشان استخدم، عشان استخدم تعارض مجموع الشحنات على ابسن النوت. اللي هو الشحن الكلي المحصوره داخل السطح اللي انت رسمته اللي باللون الاسود على ناقص المجموع. نعم ناقص الداخلية، بحسب الخارجية الكبيرة وبطرح من الداخلية لجوا ليش بدك تطرح منها؟ لانه السطح الداخلي الخارجي كبير. فلو جيت سالتك شو الشحن اللي موجود داخله؟ اللي هي شحن الشحن الكلي تاعت الاسطوانه اللي انا معطيك اياها مباشره، فيش داعي تطرح الكبير ناقص الصغير. لان الشحن فقط موجوده، فقط موجوده على الاسطوانه الداخليه، مش موجوده بالمسافه بيناتهم. تمام، وصل الدكتور. تمام، اشكرك. يا اذا هيك بنكون يعني كنا بحمد الله انهينا شابتر 24، وراح نبلش عندنا بشابتر 25 اللي هو الالكتريك بوتنشال. دكتور تفضل. لحد هذا السؤال داخل الامتحان بس صح؟ تمام، مش الند. مشكور. دور الامتحان اي ساعه ويوم الاثنين اي ساعه؟ راح اعلمك عنه. تمام. نبلش بشابتر جديد اللي هو شابتر 25 اللي هو الالكتريك بوتنشال، الجهد الكهربائي. اذا هاي كبدايه بشابتر. بصير سؤال قبل ما تبلش؟ نعم، بقول سؤال قبل ما تبلش. تفضل. قلت عشان طرحنا الكبير ناقص صغير عشان الشحنه المسافه بيناتهم. انا بدي الشحنه اللي محصوره داخل سطح جاوس. تمام، ففي بالسؤال اللي فوق تبع الدوائر كان في ريع 4 اللي قلت اي تساوي 0. بس لو تطلع فوق شوي على الرسمه. بدون ما نطلع على الرسمه، هي الرسمه انا بجيب لك اياها لعندك. تمام. هي راح اجيب لك اياها لعندك وبعدين نشطبها. هاي الرسمه. كان عندي الخط المقطع. ها سطح كان جوة. وكان الجوه اللي هي موجب كيو، واول خطه عندها كل سالب كيو، فاحنا كان بدنا الخط المقطع، مش لا شو اسمه بس كان يعني. فهمت علي؟ انا بدي المجال عندي هاي عند هذا الخط المقطع او اللي هو سطح جاوس. حكينا هذا بلس كيو، وراح يتكون عندي داخل السطح ناقص كيو. فلو جيت سالتك هذا الخط المقطع او هاي الكره كم مقدار الشحن اللي داخلها؟ داخلها شحنتين، شحن ناقص كيو، شحن بلس كيو، جمعنا طلع صفر. والمجال اصلا داخل اي ماده معدنيه صفر، بدون ما تحل يعني، بس هون اعطيناها احنا تفسير. تمام، شكرا. يا نيجي على موضوع جديد اللي هو الالكتريك بوتنشال. وقبل ما نبلش شو هو الالكتريك بوتنشال ونشتغل يعني شغلنا، خليني يعني هو نوعا ما مرتبط بالشيء اللي اخذناه يعني بماده ال 101، بس خلينا نبعد عن ال 101 مشان ما اي طالب يعني يتشوش. تمام؟ لو جيت سالته السؤال التالي، جينا تخيلنا انه انا عندي نظام معزول. انا عندي نظام معزول، هذا النظام المعزول ها خلينا نسميه، هاي عندي isolated system. هذا داخل الـ isolated system في عندي داخله في عندي مجال كهربائي، بغض النظر شو كان اتجاه المجال ما بهم. وهذا النظام المعزول في داخله مجال، وفي داخل هذا النظام المعزول في عندي شحنة مقدارها كيلو. إذا هذا النظام المعزول الـ isolated system بتكون من جزئين، بتكون من شغلتين. إذا هذا الـ isolated system بتكون من charge، من شحنة، زائد field، من شحنة ومجال اللي هو المجال الكهربائي
اللي موجود عندي. اذا انا عندي شحنه وتشارج، المجال هذا مصدره من وين؟ هذا مصدره من شحن معين من مكان معين. المجال هذا مش المجال الناتج من الشحن فيه، لا، هذا مجال خارجي بالنسبة للشحن فيه. لو جيت قلت لك هاي الشحن Q موجودة بالنقطة A وبدي أنقلها للنقطة B، إذا أنا بدي أنقل الشحن من النقطة A إلى النقطة B بحيث إنه هاي النقطة الانيشال وهاي النقطة الفاينل، تمام؟ لو جيت سألتك بما إنه أنا بدي أنقل، أخذنا بالمية واحد، إذا أنا بدي أنقل شحن من نقطة إلى نقطة راح في القوة راح تبذل شغل، صح؟ القوة راح تبذل شغل. بالبداية هون أنا لحد الآن مش أنا اللي نقلتها بإيدي، هون مين اللي راح يحرك الشحن؟ حكينا المجال. المجال، إذا الشغل اللي راح يبذل المجال من الفيلد، الشغل اللي راح يبذل المجال حتى ينقل الشحن من الـ A إلى من النقطة A إلى النقطة B هي عبارة عن القوة مضروبة في الإزاحة. لو اعتبرناها هاي الإزاحة صغيرة جدا، هاي إزاحة مقدارها صغير جدا، وخلينا نحط هون دي دبليو، هون إزاحة مقدارها دي اس، تمام؟ أنا بدي أنقل شحنة مسافة بسيطة جدا، فبحكي لك الشغل اللي بيبذله المجال هو عبارة عن القوة مضروبة ضرب قياسي في الإزاحة. تحكي لي طيب أنا عارف إن القوة اللي راح تحركها هي قوة الكهربائية اللي هي عبارة عن كيو في إي، الشحنة في إي واللي هو قانون كولوم مضروبة في الإزاحة دي أس. لو جيت سألتك السؤال التالي، طيب بما إنه أنا الشغل هون اللي بيبذله الفيلد كنا نسميه دائما دي دبليو، الشغل الداخلي الانترنال وورك. هون لو جيت سألتك أنا عندي هذا نظام معزول، مين اللي يحرك الشحنة؟ المجال، أي أن الشغل هو عبارة عن شغل داخلي للنظام، شغل من داخل النظام، النظام بذل شغل على نفسه بمعنى آخر. إذن هي عبارة عن Q في E ضد DS. طيب لكن تذكروا توقع بشابتر 7، شابتر 7 خليني بس أكتبلك إياها، شابتر 7 وسواء كنا تيسشارج أو مش تيسشارج ما بهمنا، بمعنى آخر ذكرنا من شابتر 7 بالمية واحد أو شابتر 8 أتوقع من مادة المية واحد، خليني أكتبلك إياها شابتر 7، طيب شابتر 7 المية واحد، شو حكينا؟ إنه لو عندي جسم يتحرك بالنسبة لمجال الجاذبية الأرضية دائما الشغل الخارجي المبذول هو عبارة عن ناقص الشغل الداخلي تاع النظام، بمعنى آخر إنه التغير بطاقة الحركة دائما شو بتكون؟ سالبة. هسه بشرح لكم إياها بأرقام، هيك دائما الطلاب بترسخ بذهنهم من وين إجت القيمة السالبة. إذن الورك هون بمعنى آخر إنه الورك دي دبليو إنترنال أو تاع الفيل هو عبارة عن ناقص التغير بطاقة وضع الجسم دي يو، تغير بطاقة وضع الجسم. فمنيجي منحكي طيب أو بدك تقول إنترنال ويساوي ناقص دي وورك إكسترنال عكس بعض. إذا أنا ببذل الشغل، الجسم ببذل شغل على النظام، ببذل شغل على نفسه، بيكون للإكسترنال سالب والعكس تماما. إذا هاي ما في داعي لأن ما بدنا نستخدمها وما بدنا نفوت تفاصيل فيزيائية زيادة عن اللزوم، تمام؟ نكمل. إذا ديو هي عبارة عن التغير في طاقة وضع الجسم، هي عبارة عن سالب طاقة وضع الجسم. إذا مباشرة بكتب ناقص، إذا ناقص ديو هي عبارة عن كيو ضد دي اس. هون عندنا متجهات، نقول السالب للطرف الثاني فراح يطلع عندي التغير بطاقة وضع الجسم ديو هي عبارة عن ناقص كيو ضد دي اس.
والشحنة ثابتة. إذا لو جيت قلت لك طيب كامل للطرفين، أنا بدي أكامل للطرفين، طاقة الوضع بتبدأ من new initial ل new final، والإزاحة بتبدأ من النقطة A، خلينا نسميها النقطة A إلى النقطة B، بحيث إنه A نقطة البداية وB نقطة النهاية، أو RA ل RB إذا بدك تسميها، من الإزاحة من موقع A لموقع B. إذا بدك تكتبها هيك بيكون الجواب أفضل. نيجي نحكي تكامل دي يو يو، عوض فاينل ناقص إنيشال، فراح يطلع عندنا دلتا يو، التغير بطاقة وضع الجسم شو تساوي؟ ناقص كيو بتكامل R من RA من المكان الأولى لمكان الثاني من نقطة البداية لنقطة النهاية في دوت ديكس. إذن هون في عندي ناقص، خليني هون أجي أحكي لك أعيد كتابتها بشكل آخر، هي عبارة عن كيو وأحط هون عندي قوس ناقص تكامل من RA إلى RB في دوت ديكس. لو جيت خلينا نعيد الكتابة، لو جيت قلت لك ديو هاي عبارة عن شو؟ خلينا نكتبها مشان ما تنسوها. ديو هي عبارة عن البوتنشل، أو خلينا نسميها هاي قلنا التغير بطاقة الوضع، أي طاقة؟ أي طاقة؟ طاقة الوضع الكهربائية. إذن هاي بوتنشل، أو مش بوتنشل، إلكتريك بوتنشل إنرجي ديفرنس. إذن هي عبارة عن فرق طاقة، أو فرق شو اسمه البوتنشل إنرجي، أو طاقة الوضع الكهربائي. دي يو هي عبارة عن طاقة الوضع الكهربائي، تمام؟ طيب نيجي نحكي بإمكاننا نكتب الصيغة هاي، نقسم على كيو، دي يو دي يو نقسمها على كيو راح تعطينا، هي عبارة عن ناقص تكامل من RA إلى RB E dot TS، وهذا الحد كله نسميه دلتا V. دلتا V هذا عبارة عن، هذا عبارة عن الإلكتريك بوتنشال ديفرنس. هسه ممكن الأمور هسه بفسر لكم اياها ها هيك بطريقه بسيطه، هسه كانها معادلات يكون الطالب متشوش شوي. هاي عباره عن الجهد الكهربائي، هاي الجهد الكهربائي وهاي طاقه الوضع الكهربائي. اذا نيجي نستنتج النتيجه الاولى، اذا بنقول ديو على كيو دائما شو تساوي؟ دلتا في، وبنحط عليها شو؟ قوس. نقول هذا النتيجه مهمه، وحيث دلتا في، دلتا في هي عبارة عن V final ناقص V initial يساوي ناقص تكامل E dot B S من RA إلى RB. لو قلت لك طيب لو كان المجال ثابت بالمنطقة، if E is constant، لو كان المجال بالمنطقة اللي بدي أنقل فيها الشحن من نقطة إلى نقطة كان المجال ثابت، فبإمكاني أطلعه برا التكامل، فراح يكون عندي دلتا V. إذن دلتا V شو يساوي؟ ناقص E بتكامل DS. شو تكامل الإزاحة؟ راح يعطيني الإزاحة نفسها ناقص E dot D، بحيث D اللي هي عبارة عن displacement، واللي هي D تساوي R final ناقص R initial، الموقع النهائي ناقص الموقع الابتدائي. فبنقول هذا كمان قانون مهم، انه V دلتا V فقط بستخدمه فرق الجهد بين نقطتين، وعبارة عن ناقص E dot D. متى بستخدم هذا القانون؟ إذا كان فقط المجال، المجال ثابت. إذا هذا تكامل مهم، مهم جدا. إذا في عندنا، تذكروا بالتوجيهي،
شو كنا نقول؟ الجهد الكهربائي فعلياً، الجهد الكهربائي اللي أنا حكيته هو عبارة عن الجهد الكهربائي، هو عبارة عن الطاقة لكل وحدة شحنة. كنت تعرفوا الجهد الكهربائي فعلياً هو عبارة عن الشغل اللازم لنقل وحدة الشحنات الموجبة من نقطة إلى نقطة ثانية، من نقطة ابتدائية إلى نقطة نهائية. وجهد النقطة المعينة كنت تقولوا هو عبارة عن الجهد أو الجهد أو الشغل اللازم لنقل شحن من لا لا نهائية إلى تلك النقطة. فهو نفس المعنى. خلينا نكتبهم هون يعني الكلام، نكتبه بطريقة مرتبة ونعلق عليه. طيب لو جيت سألتك عرف لي الجهد الكهربائي، مش احنا حكينا الجهد الكهربائي هو عبارة عن دلتا يو الجهد الكهربائي. تفضل. بس بصير تطلع شوي لفوق على اللي كنت تكتبه هسه. وين هون دكتور؟ بعد ما حطيت الدلتا في هون انا شوي ما فهمت شو صار بعديها، بعد ما حكيت انه الدلتا في بعدين بعديها ما فهمت شو سويت. طيب احنا شو حكينا؟ الشغل اللازم هي مش احنا قسمنا على دلتا يو؟ شو صار عندي؟ دلتا يو على كيو يساوي حد. هذا الحد بدنا نسميه الجهد الكهربائي. هذا تعريف الجهد الكهربائي، بحيث ان الجهد الكهربائي هي دلتا في هو عبارة عن الشغل بير يونت شارج، هو عبارة دلتا فيها هو عبارة عن دلتا يو على كيو، واللي هو عبارة عن الانيرجي، بمعنى آخر الانيرجي بير يونت شارج. وهذا تعريف الجهد الكهربائي. فالجهد الكهربائي هو عبارة عن دلتا في على دلتا في دلتا يو على كيو، فهو عبارة عن الانيرجي أو الشغل اللازم لنقل الشحنة على مقدار الشحنة نفسها. والحد ها سميناه جهد الكهربائي، هذا الحد. تمام؟ طيب لو جيت سألتك وأنا أنا كاتبه خلينا نيجي لهون. تمام؟ بعدين أنا حكيت لك دلتا في، أخذت الحد هذا وسميته دلتا في. بعدين حكيت لك حالة خاصة، لو كان المجال ثابت بطلعه برا التكامل، فرح يصير عندي ناقص في دي. فقط تعريف، أنا عرف التعريف. لو جيت سألتك طيب السؤال الثاني، شو وحدة قياسه؟ خلينا هاي الصورة ننزلها لتحت. لو جيت سألتك اليونت أوف بي نيوتن لكل متر، نيوتن ضرب متر على الكولوم، نيوتن في متر، نيوتن على كولوم. بس ثواني، بس ارجع شو اسمه الكوشير. لا شو، لانه طلع من عندي الوايت بورد، فبدي ارجع عليه. رجعنا على الصفحه من البدايه. إذا في حدا منكم بيعرف وايت بورد أو استخدم وايت بورد غير هالزبدة هذا اللي أنا بستخدمه يحكي لي. وصحيح كويس وبي أوبشن كتير، بس الأبليكيشن هاي التطبيقات تاعت مايكروسوفت دائما بتكون فيها شوية بطء، خصوصا الأبليكيشن اللي جوا الستور تاعتهم دائما بيكون فيها بطء. فلو الاقي شيء مصدر خارجي حدا بيعرف يخبرني. طيب لو جيت سالتك اليونت حكينا دلتا بي هي عباره عن دلتا يو على كيو، فهي عباره عن جول على كولوم، وهي عباره عن فولت برمز في كابيتال. فدائما الجهد شو بنقيسه؟ وحده الفولت بالنسبه للعالم فولت. تمام؟ او بامكانه هاي، او بنقدر نقول دلتا بي هي عبارة عن نيوتن على كولوم مضروبة في متر، وهاي كمان نفسها تكافئ الفولت. إذن وحدة قياس المجال الكهربائي، وحدة قياس الجهد الكهربائي هي دي. انتبهوا عليه. لو جيت سألت السؤال التالي، أو خلينا يعني نقرب المفهوم، الجهد هو عبارة عن قيمة أبستراكت. الجهد ما يعني قيمة مجردة ما إلها معنى،
إلا بوجود المجال. يعني أنت ما تتخيل شو يعني الجهد. الجهد هو عبارة عن الشغل اللازم لنقل شحن من مكان إلى آخر مقسوم على تلك الشحن. كمان نيجي على الخطوة الثانية، هسه بحكي لكم ناقص E دوت D. ليش الناقص هون؟ تمام. طيب لو جيت سألتك هون، بما إنه الجهد الكهربائي ناتج من دوت برودكت أو بالتكامل ناقص E دوت D، إذا هو عبارة عن scalar quantity. V الإلكتريك بوتنشال، potential is a scalar quantity. وهون الحلو الحلاوة فيه، روعة. هون فعليا ما بتعامل مع متجهات، واحنا هذا اللي كان يعني مشكلة الطلاب كاملة. دائما الطالب بتشوش بس تقول له متجه مباشرة بالكهرباء، فاحنا لا، ما هون سكيلر، ما بدك لا على يمين ولا على شمال ولا فوق سالب ولا تحت موجب ولا كذا. كل الأمور عندنا شو؟ أمور عندنا بسيطة. فإحنا لو جيت سألتك هون تلخيص للي حكيته، وهسه بحكي لكم السالب. دايركتيك إلكتريك بوتنشال إنيرجي بير يونت شارج هو عبارة عن الطاقة دلتا يو مقسومة على كيو، هو عبارة عن البوتنشال إنيرجي بير يونت شارج. هذا تعريفه. The potential is characteristics of the field only. الجهد هو خاصية من خصائص المجال، أي إنه أنت داخل المجال في عندك نقاط، كل نقطة داخل المجال إلها جهد معين. تمام؟ كل نقطة داخل المجال إلها جهد. طب إذا اختفى المجال ما ظلش إشي اسمه جهد. فالجهد خاصية من خصائص المجال وليس العكس. The potential energy is characteristics of charge field system. هذا الحكينا، إنه أنا بدي أنقل شحني من نقطة إلى نقطة، فأنا بدي نظام. يعني أنا بدي أنقل شحني داخل المجال، الشحن بدون مجال بدون معنى، ومجال بدون شحن بدون معنى. إذا نحن دائما نحكي عن charge field system. The potential is independent of the value of Q naught. الجهد ما بعتمد على الشحن Q naught. بيجي واحد بحكي لي مو أصلاً بالقانون V يساوي U على Q نوت. بس لا تنسى القانون الرئيسي V يساوي ناقص تكامل E دوت دي اس. إذا المجال، إذا الجهد بيعتمد فقط على المجال وعلى الإزاحة فقط، ما بيعتمد على مقدار الجهد. وهي لازم تحطوها ببالكم، هاي VIB تسميها. يعني لو جالك بالامتحان هل الجهد بيعتمد على الشحنة؟ لا، هذا القانون مش effective، مش فعال. ارجع للقانون العام. The potential has a value at every point. حكيت إنه داخل المجال كل نقطة إلها قيمة مجال، كل نقطة داخل المجال أو بالسبيس اللي في المجال إلها جهد معين. دكتور. خلينا نيجي نفسر كل إشارة سالبة. تفضل. U إيش هي مرة تانية؟ The potential energy، طاقة الوضع الكهربائي. بس بشرح لكم إياها على إشي قريب من الميم واحد. تفضل يا ريان. تفضل دكتور. إشارة السالب تكون لأنه هي تحركت من منطقة جهد مرتفع إلى منطقة جهد منخفض. صحيح صحيح 100%. بس خلينا لزملائك نشرحها بالطريقة الثانية. لو نتخيل أنا هون عندي الجرام، وجيت حكيت لك أنا هون في عندي جسم ساكن، طاقة وضعه تساوي كم مثلاً 20 جول، وطاقة حركته كي تساوي 0 جول. مش طاقة وضعه، طاقة حركته، طاقة كونه ساكن، طاقة الحركة 0 وطاقة الوضع 20. لو جينا تركنا هذا الجسم، هذا الجسم موجود ضمن مجال الجاذبية الأرضية جي، صح؟ وهي سطح الأرض، فهو راح يتحرك من تلقاء نفسه. طيب بعد فترة لو نتخيل هون بالمنطقة ما بين بين، يجينا حسبنا قلنا نقول طاقة وضعه كل ما اتجهنا باتجاه الأرض راح تنقص، فرنا نقول طاقة وضعه صارت 5 جول، وطاقة حركته لازم كم تساوي؟ 15 جول. ليش؟ لأنه الطاقة، لأنه قوة الجاذبية conservative force، فE initial يساوي E final للconservative force، صح؟ فمجموع الطاقة بالبداية 20 لازم يكون مجموع الطاقة بالنهاية 20، لأنه هاي عبارة عن conservative force.
هي عبارة عن قوة محافظة بتحافظ على الطاقة. لو جيت سألتك مش الجسم انتقل من النقطة A إلى النقطة B، الجسم يتحرك سقط سقوط حر، بمعنى آخر بما أنه سقط سقوط حر، لو جيت سألتك دلتا U بهاي الحالة كم راح تطلع؟ هي عبارة عن U final ناقص U initial. U final كم؟ 5 ناقص U initial 20، فكم راح يطلع عندي؟ ناقص 15 جول. بمعنى آخر إذا أنا دائما بتحرك مع اتجاه المجال، أو المجال هو نفسه اللي يحرك للجسم، فدائما التغير بطاقة الحرارة بطاقة الوضع دائما شو لازم يكون؟ نيجاتيف، أو إحنا بنتجه دائما باتجاه النقصان بطاقة الوضع، وهذا اللي أنا حكيت عنه فوق. دائما إذا أنا بتحرك مع المجال أو المجال اللي يحركني، دائما أنا بتجه من النقطة ذات الجهد المرتفع للنقطة ذات الجهد المنخفض، أو لطاقة وضع منخفضة من طاقة وضع مرتفعة لطاقة وضع منخفضة. إذن هون السبب، إذن هذا السبب اللي أنا بحكي عنه، من وين جت الإشارة السالبة. الإشارة السالبة إحنا دائما نتجه من النقطة ذات طاقة الوضع أو الجهد المرتفع للجهد المنخفض. إذن هذا اللي أنا بدي أوصلك إياه. طيب نيجي على نقطة ثانية. طيب because of the electric force is conservative that implies بما انه انا عندي شحنه بدي انقلها من النقطه هاي، من هاي النقطه A بدي انقلها للنقطه B، انا هون في عندي شحنه Q بدي انقلها داخل منطقه فيها مجال كهربائي. هاي المنطقه خليني احط عليها، هاي المنطقه موجوده او الشحنه موجوده داخل منطقه فيها مجال، وانا بدي انقلها من النقطه A الى النقطه B. هاي عندي المتجه، دائما متجه الإزاحة والمتجه اللي بيبدأ من نقطة البداية وبينتهي عند نقطة النهاية. بما إنه الكونزيرفاتيف فورس، بما إنها كونزيرفاتيف، إذن بحكي إذن هذا لازم يستدعي إنه طاقة الوضع الميكانيكية إنيشال تساوي إي فاينل. هاي نحكي الميكانيكال إنرجي is constant. طاقة الوضع الكهربائي، طاقة الوضع الميكانيكي أو الطاقة الميكانيكية لازم شو تساوي؟ ثابت. طيب الطاقة الميكانيكية E هاي شو لازم تساوي؟ طاقة الوضع زائد طاقة الحركة، بحيث إنه طاقة الحركة هاي تساوي مص كتلة الجسم في سرعة تربيع، ذكر شابتر 9 شابتر 8 بالـ101. فقلنا أي جسم بيتحرك بأي سرعة دائما طاقة حركته هي عبارة عن نص كتلته في سرعة التربيع. فمنيجي بنحكي K initial، K هي عبارة عن نص M V square. بما أنه الطاقة الابتدائية عند النقطة A الطاقة النهائية، إذا نيجي بنحكي نطبق القانون، نيجي بنحكي إذا الطاقة الابتدائية نقول U initial زائد طاقة الوضع الابتدائي زائد طاقة الحركة الابتدائية لازم شو تساوي؟ طاقة الوضع النهائي زائد طاقة الحركة النهائية. لو نقلنا K final على الطرف الثاني و initial على الطرف الثاني، ترى شو راح يطلع عندي؟ ثواني بس هذا راح يعطيني مباشرة، ننقل يو انيشال ناقص يو فاينل، يو انيشال ناقص يو فاينل تساوي كي فاينل ناقص كي انيشال. يو انيشال ناقص يو فاينل هي عبارة عن ناقص التغير في يو، شو يساوي؟ عبارة عن دلتا كي، أو بمعنى آخر دلتا يو دائما تساوي ناقص دلتا كي. التغير بطاقة الوضع هو عبارة عن سالب التغير بطاقة الحركة، وهذا القانون راح نستخدمه بشكل كبير جدا.
إذا لما نحكي لك كنت خلينا نكتبه، كنت تحكوا إنه E initial يساوي E final ودلتا E يساوي صفر، أو دلتا U زائد دلتا K يساوي صفر، هذول الثلاث نفس المعنى. يعني أنا لو جيت حطيت E initial يساوي E final، لو نقلت E initial على الطرف الثاني راح يطلع عندي E final ناقص E initial يساوي صفر، ولو استخدمت القانون هذا اللي تحت فكيت وراح يطلع عندي دلتا U يساوي ناقص دلتا K. فهذول الثلاث قوانين متساوية، يعني أنا بحكي كلهم عن نفس القانون، وهذول الثلاث هو عبارة عن مبدأ حفظ، مبدأ حفظ الطاقة، كون الطاقة الكهربائية أو القوة الكهربائية هي عبارة عن قوة محافظة. طيب نيجي على نحل كم سؤال هيك بسيطة، نيجي على السؤال الأول تطوله. أسمع الزامبلز الأمور بتكون أفضل طبعا. نيجي نحكي لكم a charged particle، في أنا عندي جسم، هذا الجسم شحنته ناقص 8 ميلي كولوم، بتحرك في منطقة فيها فقط قوة كهربائية المؤثرة، يعني مشان ما يكون في عندي قوة ثانية. هسه بحكي لكم ليش أنا حكي لكم هاي الجملة، راح تشوفوها تتكرر في أسئلة كثيرة. بحكي لنا ناقص 8 وبتحرك ضمن المنطقة فقط قوة كهربائية مؤثرة، بحكي لنا بتحرك فروم ريست من النقطة A، بمعنى أنا عندي نقطة A وفيها شحن مقدارها كيلو، كانت سرعته هون عندي النقطة A، دي عندي النقطة A شو تساوي؟ صفر. وبده يتحرك لعند النقطة B، بده يتحرك من A لعند النقطة B، وكيو هو عبارة عن ناقص 8 ميلي كولوم من النقطة A. شو بحكي لنا؟ الكاينتيك انرجي، بحكي لنا at point B the kinetic energy of a particle قيمتها 4.8 K عند B، كاينتيك انرجي عند B 4.8 جول. بحكينا what is the potential difference VB ناقص VA، ودائما انتبهوا عن القيمة هاي. هون انتقل الجسم من A إلى B، فB النهائي وA الابتدائي، إذا B النهائي. تمام، نيجي نكمل. أنا هون عندي القانون سهل، فأجي بكتب القانون دلتا U، دلتا U شو تساوي؟ U في دلتا بي، أو خلينا نكتب القانون بدون النظر ونخلص. فرق الجهد اللي هو يساوي في بي النهائي ناقص في الابتدائي A، هو عبارة عن دلتا يو على الشحنة مقدارها كيو. تمام؟ طيب بما إنه أنا عندي هاي الشحنة، هاي الشحنة دلتا يو، لكن أنا هون مش معطيني طاقة الوضع الكهربائي، معطيني الطاقة الحركية. شو العلاقة بين دلتا يو ودلتا كي؟ دلتا يو هي عبارة عن ماينس دلتا كي، بقول دلتا يو هي عبارة عن ماينس دلتا كي على كيو، ودلتا كي هي عبارة عن ناقص كي فاينل ناقص كي، كي فاينل اللي هي كي عند بي، ناقص كي انيشال اللي هي كي عند اي على كيو. باجي بعوض، خلص بدي فرط الجهد، فباجي بقول فرط الجهد كذا، نقول فرط الجهد في بي ناقص في اي شو يساوي؟ ناقص كي عند بي معطيني اياها 4.8 جول مباشر، كي عند اي صفر على كيو ناقص 8.10 قوة ناقص 3 كولوم. بدنا نحولها، فراح يطلع عندي الجواب 600 فولت. سالم مع السالب يروح، الشحنة كم كمية قياسية، موجب منفقه موجب، السالب منفقه السالب، فيش عندنا أي مشكلة. تمام؟ إذن هون تيجي تسألني، هون طلع فرق الجهد موجب، أي إن الجهد النهائي أكبر من الجهد الابتدائي. بمعنى آخر دائما تفهموها، دائما إذا بتحرك مع المجال مثل ما رسمنا بالرسم اللي فوق، تفضل يا زيد، بس خلينا نكمل هاي الفكرة. إذا أنا بتحرك مع اتجاه المجال،
دائما التغير سالب، اذا بتحرك عكس اتجاه المجال فالتغير موجب هون، لان هاي شحنه سالبه، فالشحنه سالبه بتتحرك عكس اتجاه المجال، فهون لازم يطلع فرط الجهد شو موجب. تفضل يا زيد. دكتور دلتا يو على كيو ايش هي مره ثانيه اللي هي عوضناها بدل دلتا يو؟ التغير بطاقه الوضع، واللي هي تساوي ناقص التغير بطاقه الحركه. اه تمام دكتور شكرا. يا هلا. نيجي على سؤال اخر. على سؤال بحكينا في عنا شحنة مقدارها 50 مايكرو كولوم تتحرك بمنطقة بس فقط القوة الكهربائية المؤثرة. لو جيت قلت لكم في عندي شحنة تتحرك تحت تأثير قوتين، قوة كهربائية وقوة خلينا نسميها other forces، هل بإمكاني أطبق دلتا يو يساوي كيو، دلتا يو يساوي دلتا في على كيو، أو كيو في دلتا في؟ اللي هي لا نستخدم مجموع القوى. اه لانه صحيح، لانه انا هون عندي مش فقط القوى الكهربائيه اللي بذلت شغل، في عندي القوى الكهربائيه بذلت شغل والقوى الثانيه بذلت شغل، فراح ترجع تشتق القانون من البدايه. تمام، فهون عندنا لازم نذكر لك انه فقط قوى كهربائيه عشان ما يصير القوتين كل واحد تبذل شغل، ما هون ديروا بال. طيب بحكي لنا في عندنا شحن مقدار 50 مايكرو كولوم تتحرك في منطقة فقط القوة الكهربائية المؤثرة، بحكي لنا الجسم تحرك 25 سنتي من نقطة A إلى النقطة B، يعني هاي هون عندي نقطة A تحركنا إلى النقطة B، المسافة بيناتهم دلتا X خلينا نسميها تساوي 25 متر من متر المسافة بين A وبين B، حيث هاي النقطة الابتدائية نقطة نهائية. بحكي لنا its kinetic energy increased by 1.5 millijoule. بحكينا هون الشحن كيو، هاي الشحن كيو هون كانت بدنا ننقلها، بحكينا طاقة الوضع زادت بمقدار 1.5 millijoule. هذا الرقم شو هو؟ عبارة عن شو؟ هو عبارة عن دلتا كي، هذا عبارة عن دلتا كي، مش حكى لك زادت، فبنحكي النهاية ناقص الابتدائي، لو كان هو عنده صفر طاقته افترضنا طاقته النهائية صارت 1.5 ملي، فكم التغير؟ 1.5، نقول زادت طاقته كان صفر صارت 1.5، فهون احنا عندنا هاي بمعنى اخر هاي عبارة عن التغير بطاقة الوضع. فبحكينا كم في بي ناقص في ايه؟ نقول دلتا في يساوي دلتا يو على كيو يساوي ناقص دلتا كي على كيو، هي عبارة عن ناقص 1.5 في 10 قوة ناقص 3 على الشحنة اللي هي عبارة عن 50 في 10 قوة ناقص 6. لا تنسى دائما تحويل الوحدات، فراح يطلع عندي ناقص 30 فولت، فراح يكون فرق الجهد بيناتهم 30 فولت. طيب نيجي على سؤال آخر. هذا السؤال خليني تريكي نوعا ما، السؤال بتوقع مرة جبته بامتحان من الامتحانات. خلينا نشوف إبداعات. شوفوا فهمانين واحد ولا لا. سؤال بسيط بحكي لنا بوينت A إحداثياتها 2 و 3 متر، هاي النقطة A إحداثياتها 2 و 3، هيها 2 على X و 3 على الواي. بحكي لنا عندنا بوينت B مقدار إحداثياتها 5 و 7 متر، هاي الـ X axis وهاي الـ Y axis طبعا بالمتر هون وهون بالمتر عشان ما ننساش. بحكي لنا النقطة A إحداثياتها 2 و 3 والنقطة B إحداثياتها 5 على X و 7 على الواي، إذا هاي النقطة B. طيب بحكي لنا هاي النقطة A و B موجودة داخل مجال، هذا المجال مقداره 3 I hat زائد 3 J hat، وحدة نيوتن لكل كولوم. بحكي لنا كم فرق الجهد
VA ناقص VB. هون مين النهائية؟ A. ومين الابتدائية؟ ودلتا V A B. فكأن الجسم يتحرك من النقطة B إلى النقطة A، فكم فرق الجهد؟ تحكي لي سهل، بما أن المجال هذا عبارة عن المجال uniform أو constant، ففرق الجهد دلتا V أو اللي هو VA النهائية ناقص V الابتدائي B يساوي عبارة عن ناقص E dot D، ودي هون عندي displacement. فبنيجي أنا E معاي بس displacement مش معي، بنقول displacement كمتجه هو عبارة عن النهائي RA ناقص RB، هو عبارة عن موقع A ناقص موقع B. فباجي بحكي لك D كمتجه RA شو يساوي؟ موقع النقطة A هو 2 I hat زائد 3 J hat، نقول 2 I hat زائد 3 J hat ناقص موقع النقطة B 5 I hat و 7 60 7 J hat. فباجي بحكي إذا B كديسبليسمنت 2 ناقص 5 ناقص 3 I hat و 3 ناقص 7 ناقص 4 J hat. فهي صار عندي السؤال انحل. فباجي بحكي إذا دلتا V عندي هي عبارة عن ناقص E اللي هو عبارة عن 4 I hat زائد 3 J hat، 4 I hat زائد 3 J hat دوت برودكت مع ناقص 3 I hat زائد ناقص 4 J hat. طلع السالب من هون عامل مشترك مع السالب بتروح، فرح يصير عندي 4 I hat زائد 3 J hat دوت برودكت مع 3 I hat زائد 4 J hat. نضرب الاي مع الاي والجي مع الجي، فبنحكي دلتا في يساوي 4 في 3 12 زائد 3 في 4 كمان 12، فراح يطلع عندي 24 فوق. ففرق الجهد بين هاي النقطتين هي عبارة عندي عن 24 فوق. بنشوف كمان سؤال. انت هون دكتور هون بدك تكون حذر، تمام؟ اه تفضل. هو حدد لي مين الابتدائية ومين النهائية، بس لما قال لي لما قال لك في اي ناقص في اي ناقص في تمام. طب اذا ما حدد لي انا بحل اي شيء؟ لا كيف، ما فيش اي شيء تصير يعني انا بختار انه بلش من لا ما بصير، ما بصير تختار، ما بصير. ما هو ما هو لازم يحكي لك من وين بلش لوين انتهى، لازم تمام اكيد. طيب دكتور ما نترك في الموضوع انك تحسب الديسبليسمنت، لو جبت لك اياه بالامتحان انا عارف كيف الطلاب بتفكر، لو جبته بالطلاب هذا السؤال للطلاب بتذكر يعني ممكن اكثر من 70% من الطلاب ما حلوهوش، ممكن بالنسبه بديهي بس بالنسبه لطلاب ثانيين لا مش بديهي. دكتور تفضل يا زين. في امكانيه تطلع بالسؤال بس شوي بس في شيء كنت بدي اتاكد منه لو سمحت. طيب خلاص تمام، شكرا دكتور. يا نحل اخر سؤال موجود عندنا اليوم، المره الجايه نكمل انه نبلش الموضوع جديد. طبعا الامتحان المد في نهايه 25، يعني يكون ببالكم ان امتحان المد راح يكون 23 و24 و25 تمام. طيب بحكينا في عندي بارتيكل شحنته 2 ملي كولوم تمام، وهذا البارتيكل بتحرك فقط المنطقة بها قوة كهربائية. بحكينا act on it هذا كانت انرجي 5 جول عند النقطة A، وبس اتعدى النقطة B كان فرق الجهد بين النقطة الابتدائية والنقطة النهائية يوريلاتيب بالنسبة للنقطة A 5.5 كيلو فولت. بحكينا عند النقطة A بالنسبة للنقطة A، بحكينا determine إذا كانت الانيرجي عند النقطة B. بمعنى آخر بحكي لك في هاي، أنا عندي هاي النقطة A انتقلنا للنقطة B، بحكينا الشحن مقدارها 2 ملي كولوم، بحكينا بس تعدينا عند النقطة A كان K عند النقطة A تساوي 5 جول،
وبحكي لك بس تعدينا وصلنا لعند النقطة دي كان فرق الجهد بين بي وA أو بين relative to A يعني بالنسبة لA فرق الجهد بالنسبة لA كان دلتا V اللي هو يساوي BB ناقص BA ناقص VA يساوي 1.5 كيلو فولت واللي هي عبارة عن 1500 فولت تمام أو 1.5 × 10³ أحسن 1.5 × 10³ فولت فرق الجهد من دي بحكي لنا كم كي عند النقطة دي كم الكاينتيك انرجي عند النقطة دي هاي الحالة نقول الأمور الأمور سهلة نقول دلتا دي كيو في دلتا دي شو دائما بعطيني دلتا يو إن شاء الله القانون ودلتا يو اللي هي عبارة عن ناقص دلتا كي والناقص دلتا كي اللي هي عبارة عن أعطيها مع السالب اللي هي K عند النقطة A ناقص K عند النقطة K عند النقطة B إذا نقول Q في دلتا V هي عبارة عن K A ناقص K عند النقطة B إذا K عند النقطة B شو تساوي K عند النقطة A ناقص Q في دلتا V فقط نقلتهم على الطرف الثاني فK عند النقطة B شو يساوي هو عبارة عن K عند النقطة A اللي هي 5 جول ناقص Q اللي هي 2 × 10³ مضروبة في فرق الجهد اللي هو 1.5 × 10³ الثلاث مع الناقص 3 واللي هي عبارة عن 5 × 2 × 1.5 راح يطلع عندي 2 جول K عند النقطة B ونكون هون طلعنا الجواب شو القوة شو القوة بهاي بفرق الجهد او شو الحلو بحل الاسئله هاي كله قانون واحد كيو في دلتا في يساوي دلتا يو قانون واحد انت بتفرع منه كل شيء فاحنا لحد الان قانوننا هذا ولا اسهل منه ولا اسهل منه فقط هو قانون واحد وطبق عليه قانون واحد وطبق عليه وبدك تستنتج انه دلتا يو اللي هي عباره عن ناقص دلتا كي فقط اللي هو عباره عن قانون واحد لا هيك لليوم بنكون اكتفينا المرة الجاية راح نحل اكزامبل ونروح على موضوع جديد يعطيك العافية دكتور بس سؤال تفضل غالبك انت حد مواد المد من القسم حدو يوم الاثنين وهو نفس وعد الكويز اللي حددته طيب طيب ايش يعني ندرس لكل المد ولا الكويز اي مد الامتحان امتحان المد بعده لحد الان ما تحددش حكيت لك هاي عباره عن شو اسمه موعد مبدئي والموعد المبدئي احنا امتحاننا يوم الاثنين القادم امتحان المد راح يكون الاحد اللي بعديه شوف الكالندر انت دكتور ب 4/4 الامتحان احنا اليوم 24 احنا اليوم هاي الكالندر موجوده عندي هاي احنا ب 24 ثواني لسه ما أكدوا يعني دكتور إحنا اليوم 24 يوم الاثنين القادم راح يكون 28 راح يكون 29 29 وامتحان المد يوم 4 الشهر فبعديه بست أيام فمش راح يكون اثنين بنفس اليوم كيف بدنا امتحنك كويز ومد بنفس اليوم مش منطق مصبوط حكي دكتور لا مش بنفس الموضوع تمام إذن لهون اكتفينا لليوم إن شاء الله.